احزم يا ابو عبد الله. مسيكم بالخير. اغني يا رجال الناس. ارحب ارحب يلا حيه. مرحبا ومسهلا يلا حيه. عبد الواحد اولا تحيه لوالدك ذلك الرجل الشهم الرجل الضائع الرجل الجميل اللي ان شاء الله يتابعنا الان من امام الشاشه مقاطع كثيره شفناها في السوشيال ميديا لوالده وهو فخور في هذا الابن كان يتابعنا الان فكل الحب والاحترام. شو اسمه والدي؟ والدك انا ابوي عبد الله بن سعد بن عريج الجحلي. ونعم عريج القحطان. ونعم عليك دور. ونعم لتفن النعم. والله نعم يستاهل. عبد الواحد اليوم عن الاخت نتحدث وانت اكيد لك اخوات ودك اليوم تقول شيء في خاطرك ابيات ولا بصوت زين ولا مشاعر داخليه؟ اولا الحمد لله رب العالمين. ربي رزقني بعشر نجمات. ما شاء الله بعشر لؤلؤات. لا اله بعشر بعشر امنيات حققها لي ربي. ما في شعور يوصف الا اني قلت بيتين يقول ما دمت انا حي لا تشكي نجور الزمان والله العظيم ان اموت وما تجيس الحزون انت السعاده والاطمئنان وانا الامان استبشري في لين ان شاء الله فوق المتون. سلامتك. طيب الله وجهك. وجهك تبي. عبد الواحد اخواتك ما شاء الله تبارك الله. اقول ما شاء الله تبارك الله لانك قلت العدد الاخوات. نعم. فالله سبحانه وتعالى في كتابه لما اوصى يعقوب مع يوسف ادخلوا من ابواب متفرقه لما كثر عدد الابناء فيخاف على ابنائه. صحيح. وهم انبياء من العين. ما شاء الله. احنا اليوم الان نقول 10 اخوات. نقول قولوا ما شاء الله تبارك الله. كم عندي انا ما ادري كم قال؟ 10 اخوات. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله تبارك الله. طيب اخواتك باعثين لك رساله وراسلين لك رساله. طبعا احد اخواني كلمني مصري قال بعثين له رساله انا طلعت على ثاني بعثين لك. بعثين له. طيب بعثين لك. شوف الرساله على الشاشه الكبيره عندنا هنا اقراها يا نجمنا الغالي عبد الواحد. اخواتك يرسلونها لك بصوت عالي. يقول نجمنا الغالي عبد الواحد رساله من اخواتك يوجهون لك فيها مشاعر الشوق والفخر الشديد. رساله فخر منا ومن امهاتنا جميع ورساله حب وشوق واعتزاز بقدر السماء من ابوي الله يجعلني فداه. ورسالة حب وشوق واعتزاز بقدر السماء من أبوي اللي تأكد إن شوقه لك كله يزول عند مشاعر الفخر خنوة بشوفتك على الشاشة وأنك كنت ولا زلت بهجة المكان اللي تجلس فيه وتأكد إن الكل خارج أسوار المنتجع فخور فيك وأنك كنت ولا زلت نجم بين أهلك والآن أمام الشاشات كلنا فخورين ومعتزين فيك أن انطر واسمك استمر وتأكد أن وراك جمهور قوي بيدعمك وفالك أنه ماسي وصولك لتسعين. تسعين يوم. ما شاء الله ما شاء الله. لما قلت الرسالة دقيقة نقرأها قالوا ورسالة حباً وشوقاً واعتزاز بقدر السماء من أبوي اللي تأكد أن شوقه لك كله يزول عند مشاعر الفخر بشوفتك على الشاشة. قلت خنورة أعتقد كان سمعت فمعنى الموضوع ذا عنالك يعني كثير في قلبك وفي خاطرك. وش في داخلك تجاه والدك اللي أخواتك يفتخرون بوالدهم يفتخرون بأخيهم اليوم على الشاشة؟ أولاً فلولا الله ذنبوي كان ماني برجال نوش الله الله هذا ونعم فيك وفيه. الأمر الثاني أبوي علمني الدين وعلمني المرجلة وعلمني إصلاح ذات البين علمني الكرم علمني الشجاعة ما شاء الله ما شاء الله. علمني التأني والصبر علمني جميع أساليبي في الحياة علمني عن انطلاقة لساني وانطلاقة قدمي علمني عن كل شيء ما أقدر أوفي أبوي أبوي أنا بدون أهل شيء. الله يحفظ لك ما نقول يخليه لك يا رب العالمين. علاقة حب كبير بين يبيض وجهك عبد الواحد ووالده. نعم. وأنا خلف الكواليس في يوم من الأيام قلت له أن والدك طلع له مقطع اشتهر في السوشيال ميديا فحن ذلك الابن لذلك الأب. اليوم حملتنا على الأخت فركزت على أبوك أنت اليوم كثير. والله ابوي انا في خاطري شيء ما يعلم به الا الله يجعلني اصد وجهي واجلس الحال. هذه ما اقدر اني ابدي بشوقي لابوي قدام الناس هذا شيء يعلم به الله ثم يعلم به ابوي. ابوي قال لي كلمه وهو يعرفها قال هلال هلال ونجوم. ايش قال؟ قال هلال ونجوم. وش يعني؟ هذه شفره سريه بيني وبينه. ابو عبد الله فسرها. ايش قال؟ هلال ونجوم صح؟ هو ابوه؟ ايه أبوه الهلال وهو من نجوم عياله. هذه وحدة ما اختلفنا فيها.
أنا أعتقد إن خل علوم كلها فوق. صح؟ ما أقصده فيها إنك واضح من بين النجوم كله. الله الله ما شاء الله. حي والله ذا العين. حي والله إنك واضح. حي والله ذا العين. علومك غانم.